قال أبو العتاهية: وتصريف هذا الخلق لله وحده، وكل إليه لا محالة راجع، ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع، ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع، ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع، إذا ظن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع، ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع، لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا ورأي ينازع.